حلقة ماضية كنت أتحدث لكم عن سقيفتين، وأريد أن أستقطع من وقتكم الثمين بما قال لي معلمي. يقول إن الشيعة لديهم سقيفة، وأهل السقيفة لديهم سقيفة، وكليهما يقول أنا على حق، وكليهما على طرفي نقيض من الحق. قلت لماذا سيدي فديتك؟ قال أهل السقيفة يقولون نحن ألزمنا أنفسنا بالحجة البالغة، حيث قال رسول الله، ورسول الله لم يقل عندنا تركتم فيكم كتاب الله وسنتي، ورسول الله لم يقل تركت فيكم كتاب الله وسنتي، بل قال عترة آل بيتي فإن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي. يقول فتركوا أهل البيت وتمسكوا بالقرآن والأحاديث النبوية. والحديث عن الإمام لا يغني شيء، لأن ما دام موجود الولي المقدس علي بن أبي طالب يكون الحديث لا يعني شيء، لأن إذا حضر الماء بطل التيمم. وهذا لا يختلف عليه اثنان إلا ذو مرض في قلبه أو خصاصة أو عداوة لله ورسوله، وهؤلاء السقيفة بما أنزلوا الحجة وألزمناهم طائرهم في عنقهم بهذا الأمر. أما أخوتي وأحبائي ما يسمون أنفسهم بالمتشيعة، سؤالا أسألكم، حينما قال فيكم الإمام الحسن العسكري تارك فيكم كتاب الله والإمام المهدي، تركتم الإمام المهدي وقلتم نرجع إلى الأحاديث ورواة حديثنا، أليس أنتم والسقيفة على طرفي أو على صراط واحد؟ أنا سؤال أسألكم، احنا اذا حاجج بقضية السقيفة يطلع الواحد من السقيفة يقول تعال انت، احنا تركنا علي واجينا لحديث رسول الله، انتم تركتم المهدي واتيتم الى حديث رسول الله، شو الفرق بيناتنا؟ احنا اخوة وياكم، عليش هالحرب الكلامية والضغائن والمصائب والفتن اللي بيناتنا؟ احنا اثنيننا على طريق واحد، شخابصنا انت؟ أعجبني هذا معلمي حقيقة، هو يعجب، يعني هو يعني من يكون فلان الفلاني. قلت له معلمي كيف نكون نحن وإياهم على خط واحد؟ قال هم تركوا عليا ولم يرون إن عليا عنده الحق، إذن هم عمي ولم يبصرون، وأنتم تركتم الإمام خليفة الله المطلق لأنكم لم تبصرون. هذا اللي ترك علي بن أبي طالب بعد أن مسكه رسول الله من يده حتى بانت أبطيه، هذا علي من كنت مولى، فعلي مولى، اللهم العن من عادى ووالي من والى، ألزم الناس الحجة. إذن الناس ما كانوا يرون عليا لأن قلوبهم عمي، ولا تعمى البصائر بل تعمى القلوب. مثل هذا ابن الشيخ يقول الحسين رضى الله عنه، يزيد رضى الله عنه، حط لي اياها، شوف حثالات العرب، الاعراب ذولا مو عرب طبعا، مو عرب ابدا.